السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد. طبعا هذه في ورقة واحدة، هذا ملخص للإفرازات اللي في الإفرازات الخاصة بالإندوكراين. طيب طبعا الإفراز الأول، يعني هذه الغدة يسمونها بينيل، إفرازها تفرز ميلاتونين، تفرز مادة اسمها ميلاتونين اللي هي مسؤولة عن النوم ومسؤولة عن اللي هي الوظيفة الفصلية. ثايمس هي تفرز لنا مادة اسمها ثايموسين، وتقع في ثروكيك. والثالثة اللي هي هايبوثالامس، طبعا هايبوثالامس بتعمل ريليس، طيب بتعمل ريليس لهذه المادة اللي هي أوكسيتوسين وأنتي دري يوتريك، أوكي بتعمل لها ريليس. لكن مين اللي بيعمل لها سكريشن؟ اللي بيعمل لها سكريشن هذه المادة، يعني هذه الغدة بتعمل سكريشن لهذه الثنتين. يعني إذا قال لك ريليس هي هايبوثالامس، وإذا قال لك سكريشن هي اللي بتسويها بوستيريور بيتيوري جلاند، بتفرز أوكسيتوسين وأنتي دي روتيك، أنتي دي يوريتيك هرمون. النقطة الثالثة هنا الأنتيريور بيتيوتري، طبعا هنا كتبت أنا problem اللي هي يعني هي مسؤولة عن الطول، ها عن إنه يكون الإنسان طويل جدا أو قزم أو عنده تضخم في الأيادي. نعم، وإيش المواد اللي بتفرزها؟ بتفرز هذه المادة اللي هي برولاكتين، طبعا هذه المادة خاصة بإفراز الحليب، وتفرز growth هرمون. طبعا ركزوا يا شباب، في عندنا شيئين، يعني anterior pituitary بتفرز growth هرمون، وهايبوثالامس كاتبها تحتنا، هايبوثالامس بتعمل ريليس، ها الهايبوثالامس بتعمل ريليس ليش؟ للجي اتش اللي هو growth هرمون. يعني اوكي، نأتي للنقطة الثالثة، ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون. طبعا كلها كلمة واحدة، اللي هي بتفرزها anterior pituitary، وبرضو اللي هي anterior بتفرز ثرويد هرمون اللي هو يعني في الحلق. نعم طبعا ثرويد هرمون في أكثر من نوع، هذه بتفرز الثرويد هرمون، نوع معين من الثرويد هرمون، وعندنا هنا الثرويد جلاند بتفرز الثرويد هرمون رقم 3T ورقم 4T، اوكي او موديل 4T، اوكي. النوع الخامس اللي بيفرزه هذا بتفرز فوليكل، اوكي بتفرز مادة اسمها فوليكل، طبعا هذه المادة هي المسؤولة عن انتاج البويضات والحيوانات المنوية، وبرضو هذه المادة بتفرز مادة اسمها ليوتينزينج، اوكي الليوتينزينج هذه هي مسؤولة عن التبويض وصنع التستوستيرون، التبويض عند النساء وصنع التستوستيرون. نعم نأتي لثرويد جلاند، طبعا ثرويد جلاند كتبت عندها ايش؟ نيك بروبلم، يعني مشكلة في الحلق، اوكي يعني بتحدث دائما انتفاخ في الحلق. طبعا هي بتنتج ثرويد تي 3 اند ثرويد ثرويد هرمون تي 3 وثرويد هرمون تي 4، وبتنتج برضو ماده اسمها كالسيتونين. هذه بترسب الكالسيوم في العظام، يعني بتاخذ الكالسيوم من العظام، سوري بتاخذ الكالسيوم من الدم وتعطيه للعظام،
يعني هي كان مكتوب التعريف حقها deposit the calcium in bone. اوكي طبعا الباراثرويد بتنتج مادة اسمها باراثرويد جلاند، طبعا نفسها هذه بتفرز هذه باراثرويد جلاند. طبعا الباراثرويد جلاند بتسوي عكس عملية هذه اللي هي كالسيتونين. الكالسيتونين بتعطي الكالسيوم للعظام، هذه بتاخذ الكالسيوم من العظام. يعني باراثرويد تاخذ الكالسيوم من العظام وتعطيه للدم، يعني كانها دوره، كالسيوم ياتي من العظام يروح للدم، وياتي من الدم يروح للعظام، وكل واحد يشيل ما يشاء. طبعا هنا بنكرياس عندنا نوعين. طبعا هنا كتبت انا ايش البنكرياس هو المسؤول عن مرض السكري دايبيتس بروبلم. بنكرياس اكسو، الاكسوكراين حقه بينتج لنا عصير بيسموه جوس، اوكي، والجوس هذا يذهب الى الانتستاين. وهنا الاندو بينتج لنا الاندوكراين بينتج لنا انسولين وينتج لنا جلوكاجين جلوكوجين. اوكي طبعا الانسولين بيخفض السكر في الدم، والجلوكوجين بيعلي نسبة السكر في الدم. النقطة اللي بعدها اللي هي التستس، التستس هذا بينتج هرمون اسمه الاندروجين. اوكي طبعا عند الرجال، وعند النساء الاوفيوري اللي هي البويضة بتنتج مادة اسمها استروجين. شوف هنا اندروجين وهنا استروجين، النهاية نفسها. وتنتج ايضا مادة اخرى تسمى ايش، بروجسترون. طبعا الاندروجين عند الرجال هو بينتج الاعضاء الذكريه، وبينتج يعني بينتج الاعضاء الذكريه في حاله السكندري، اوكي، يعني عند البلوغ. وهذه بتنتج الاشياء الانثويه في حاله السكندري، يعني عند البلوغ برضو، اللي هو الصوت واكثر من اشياء. طبعا هنا والهرمون الثاني اللي بينتج الاوفيوري هذا مسؤول عن ايه، مسؤول عن الدوره ومسؤول عن الحمل وهذا الكلام. اوكي نروح اللي بعدها، ادرينال. ادرينال طبعا هو نوعين، او انه يسموه ممكن يقولون كذا ادرينال ميديولا. طبعا ادرينال ميديولا بينتج لنا ماده اسمها ادرينالين، بينتج لنا ادرينالين ونور ادرينالين، يعني الادرينالين والعكس الادرينالين. اوكي وهنا ادرينال كورتكس ايوه بتنتج لنا عده مواد، ثلاث مواد، وتنتج لنا ماده اسمها اللي هي الدوسترون. طبعا هنا اسمها الكامل اللي هي مينرال كورتي كويتس، ولا بتنتج لنا ماده اسمها استرويد هرمون، بتنتج لنا استرويد هرمون. ممكن الاسترويد هرمون هو الاندروجين والاستروجين كلهم بيسمون استرويد هرمون. النوع الثالث اللي بتنتجه الادرينال كورتكس اللي هو كورتيسون، ويسمى جلوكو كورتي كلويد. طبعا نلاحظ هنا مكتوب كورتي وهنا مكتوب ايه، كورتي، نعم، وهنا برضو مكتوب كورتي. اوكي يعني ما عاد بقي نحفظ الا هذه وهذه وهذه وهذه، والباقي يعني سوي له علامة. اللي بعدها هنا هايبوثالامس. الهايبوثالامس بيعمل ريليس، يعمل ريليس ليه؟ طبعا الهايبوثالامس ما بيعمل سكريشن أبدا، أوكي؟ ما بيعمل سكريشن، بس بيعمل هنا ريليس، بيعمل ريليس للجي إتش غروث هرمون. طبعا قلت لكم من البدايه انه اللي بيعمل ريليس للجروث هرمون هو الهايبوثالامس، واللي بيعمل سكريشن للجروث هرمون هو اللي هو انتيريور بيتيوتري. اوكي هايبوثالامس ريليس جروث هرمون، ريليس ثرويد جلاند، برضو ثرويد جلاند، يعني هنا عندنا انه بيعمل ريليس الثرويد جلاند، وهنا
بيعمل سكريشن لثرويد جلاند لثرويد هرمون. هنا بيعمل سكريشن لثرويد هرمون، هنا بيعمل ريليس لثرويد هرمون، وهنا برضو بيعمل ريليس لأدرينال كورتكس. يعني ممكن يعني هو اذا بدام انه قال بيعمل ريليس لأدرينال كورتكس يعني انه بيعمل ريليس لهذه كلها، اوكي، اللي هي الجسترون والستيرويد وكورتستون. بس عشان لا يجيكم سؤال مفاجئ يعني تاخذون احتياطكم. النقطه الاخيره اللي هي جواندز، هذه اللي هي مسؤوله عن الاعضاء الجنسيه، يعني هو بيعمل ريليس للجواندز. والجوانز بتنقسم قسمين، بتنقسم الى تستس واوفياري. يعني نفهم برضو ان الهايبوثالامس بيعمل ريليس للتستس وبيعمل ريليس للاوفياري. طبعا هذا باذن الله راح يكون ملخص شامل كامل. وتوجد نقطة هنا يعني فوق بيقول تي اس اتش ريسبتور، بعدين ايش هايبر ثرويديزم. يعني الهايبر ثرويديزم عندما يعمل فيشتغل ريسبتور اسمه تي اس اتش، طبعا مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.